السلطات الأمنية التونسية تلقي القبض على رجل الأعمال كمال اللطيف، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. ويعتبر كثيرون كمال اللطيف أحد أكثر الشخصيات غموضاً في تونس، ويطالبون بتوقيفه منذ سنوات للاشتباه بضلوعه في تسيير الشؤون السياسية من وراء الستار وفق تقديرهم. ويحافظ كمال اللطيف على كثير من الغموض حول شخصيته ودوره في الساحة السياسية، لكن بعض الأصوات في تونس تعده رجل الظل منذ عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حيث كان من أبرز المقربين منه، لكن دوره لم ينتهي بسقوط الراحل في عام 2011، إذ استمر حضوره وسط اتهامات له بإعادة تشكيل الطبقة السياسية الحاكمة. واعترف اللطيف بعد الثورة بأنه ساعد بن علي على تولي وزارة الداخلية وصولا إلى الوزارة الأولى قبل أن ينقلب على الرئيس الحبيب بورقيبة في عام 1987 بدعم منه.